بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير, اهلا بكم في حلقه جديده من 90 دقيقه. اسمحوا لي قبل ما اتكلم على حلقه النهارده, عايز اتكلم عن صديق عزيز فقدته امبارح. صديقي العزيز اسمه عطيه خميس, هو بيعمل هنا في قناه المحور. عطيه خميس نموذج جميل ورائع وطيب للانسان المصري الاصيل. عطيه كان صديقي وصديق كل العاملين هنا في قناه المحور. عطية كان إنسان جميل خلقا وأدبا ودينا. عطية كان إنسان مصري بسيط بيحلم زي باقي المصريين. في نص الثلاثينات من عمره اتجوز وبقى عنده 3 بنات صغيرين, عمرهم 12 و5, ولسه عنده بنت صغيرة جدا يدوبك اتولدت من فترة بسيطة جدا. عطية خميس نموذج لكل مصري شريف ونظيف, بيعمل وبيأكد وبيجتهد عشان ياكل لقمه حلال من عرق جبينه. عطيه خميس بيشتغل شغلانتين, شغلانه الصبح وشغلانه بعد الظهر, عشان خاطر يلاقي لقمه حلال ياكلها لمراته والبنات الثلاثه. وامبارح عطيه وكعادته دايما ومعروف بابتسامته وخفه ظله وحنيته وطيبته وتدينه, هو جاي امبارح عشان خاطر يشتغل هنا في قناه المحور زي كل يوم. وهو بيعدي الشارع سيارة متهورة طايرة ضيعت كل شيء, صدمت عطية ولفظ أنفاسه في ساعتها, وفقدنا إنسان عزيز جدا على قلوبنا وعلى قلبي وصديق عزيز. فعلا أنا حزين أنا موجود النهاردة في المحطة وعطية مش موجود, هو بيستقبلني وبيتكلم معايا. فعلا كان إنسان قريب من قلبي وقلوب الناس كلها, ولو كنت شفتوه وعرفتوه بالتأكيد كنتوا هتحبوه, لأنه هو نموذج للمصري الأصيل, المصري الحقيقي اللي بيعاني ويتألم ويستحمل ويصبر ويقول الحمد لله. ربنا يرحم عطية خميس ويجعل البركة في بناته التلاتة. وأنا مش عارف أقول إيه, وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويعني بالمناسبة أنا بأخاطب السيد محافظ الجيزة دكتور علي عبد الرحمن, وأخاطب السيد مدير أمن الجيزة, إذا كان عطية خميس راح ضحية للسائق متهور, لكن في دور على الأمن. مش معقولة بوابات مدينة الإنتاج الإعلامي تبقى كده متاحة والطريق سريع, مفيش ولا مطب واحد يمنع حتى إن أي سائق متهور أو مخمور أو متعاطي مخدرات إنه يقف. لازم يكون في مطبات حتى قدام بوابة المدينة, حرام أرواح الناس بتزهق كل يوم قدام بوابة مدينة الإنتاج عشان خاطر مفيش مسؤول عنده شوية ضمير يحس ان ممكن المطب اللي يتعمل ده يحمي بني آدم لا حول له ولا قوة. في حلقة السبت اللي فات اتكلمت عن تعب المصريين من السياسة وحالة القرف والزهق والملل اللي بتعم البلاد من أهل السياسة والأحزاب والصراعات والفوضى والعنف المتكرر بالصوت والصورة كل يوم في شوارع مصر, وتكلمت عن حالة الجمود والتيبس والتكلس اللي أصابت الجميع, حكومة وأغلبية ومعارضة, لدرجة أن ما حدش فيهم قادر حتى الآن أنه يكسر جدار الجليد ويدخل في حوار وطني حقيقي يطلع البلد لقدام. وعشان أكد وقتها أن كل شيء في البلد محلك سر وأن ما فيش حاجة بتتغير وما فيش حاجة بتتحرك, قررت السبت اللي فات أن أنا أعيد نفس مقدمة البرنامج اللي قلتها السبت اللي قبله, وبالفعل طلع الكلام هو نفس الكلام, لأن الأحداث كانت هي نفس الأحداث, وكأن الزمن واقف مكانه ما بيتحركش. النهاردة أنا الحقيقة قررت أقدم لكم الوجه الآخر للصورة اللي كلنا مش شايفينه, قررت أخليكم تسمعوا الصامتين الصابرين اللي ما بيتكلموش وما بيشتكوش, واللي رغم المعاناة وصعوبة الحياة بيقولوا الحمد لله. النهاردة أهل مصر هيتكلموا في برنامجنا, ناسنا الطيبين الشقيانين المكويين بنار الأسعار, المتعذبين في المواصلات وفي قطع الطرق وتوقف المترو والقطار, الناس اللي متعطلة مصالحها واللي مش طالبة من ربنا والحكومة غير الستر والأمان واللقمة الحلال. النهاردة في 90 دقيقة هو يوم الناس, يوم أهلنا الطيبين في كل مكان في مصر, الموظف وسواق التاكسي وبياع جرايد
واللي على باب الله واقف بعربية فول. هم دول الناس اللي كل يوم بيدخلوا معركة مع الدنيا عشان يوفروا رزق عيالهم. الناس اللي عايشة على الأمل ومستنية تشوف في النهاية طاقة نور وسط العتمة. وربنا يحمي مصر ويحفظها من كل سوء. خليني أقول لكم عندنا إيه النهاردة في الأول قبل ما أتكلم. عندنا الفقرة الأولى هكون مع دكتور إحسان كميل جورجي كبير رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير أطباء الشرعيين. هنتكلم فيه عن الحياة الكاملة في مصرع الشهيد محمد الجندي. الفقرة الثانية الشعب يتكلم من يدفع فاتورة الفوضى. هكون معنا فيها السيدة دينا سيد ربة منزل، الأستاذ محمد جمعة صاحب عربية فول، أستاذ ماهر سعيد موظف في مجمع التحرير، أم وليد سائقة تاكسي، عم رمضان فارس صاحب أشهر نصبة جرايد في ميدان التحرير، والفقرة الثالثة دين ودنيا مع الداعية الإسلامي الدكتور محمود المصري. النهاردة انتشرت الدعوات للتظاهر في ميادين مصر يوم الجمعة اللي جاية. في عدد من الحركات السياسية دعت للتظاهر أمام قصر القبة تحت شعار كش ملك، وعلى الفيسبوك خرجت دعوة لمظاهرات في مناطق مختلفة تحت شعار الطريق إلى الانتصار أو عملية التحرير. أما جماعة الإسلامية وعدد من الأحزاب المتضامنة معها فدعت لمليونية لا للعنف بميدان جامعة القاهرة أمام تمثال النهضة. يعني ثلاث دعوات للتظاهر في يوم واحد بمطالب وشعارات مختلفة. النهاردة استمر غلق مجمع التحرير اليوم الرابع، وده أثار غضب ناس كتيرة جاية من المحافظات علشان تخلص أوراقها ومش عارفين بقالهم 4 أيام يخلصوها. نشوف التقارير من هناك ونرجع تاني. لليوم الرابع على التوالي وأزمة مجمع التحرير لا تزال مستمرة. احنا كنا قافلين المجمع فعلا بقالنا 3 أيام، اتفتح النهاردة عشان برضو الناس اللي وراها مصالح والناس اللي متعطلة مصالحها. الصور كلنا احنا مشينا وسيبنا المجمع وفتحناه وشايلين الحديد بتاعنا. مين اللي قافل المجمع؟ اللي واقف للمجمع الموظفين وبتوع الامن بتوع المجمع. موظفة في المجمع المجتمعات العمرانية الجديدة. احنا لينا النهاردة رابع يوم بنيجي لحد هنا هوت، ومش حتتين ما بين هنا وما بين الوزارة في العجوزة. ده اللي احنا شايفينه بقالنا 4 أيام، وموقف حال الناس وموقف حالنا، ومش حتتين ومتبهدلين، مش عارفين لحد امتى كده. ممنوع موظف يجي تاني من ابنا. نطلب من الدولة يسعفوا الناس دي اللي جاية من الصعيد واللي جاية من اسوان واللي جاية من هنا واللي جاية من الفيوم ومن بني سويف واللي بن منيا عشان يخلصوا ورق. اللي عايز يطلع جواز مش عارف، اللي عايز يطلع شهاده مش عارف. انتوا ضد مين كده؟ انتوا ضدنا نحن الغلابه، ضدنا احنا. احنا عاوزين نسافر، هنسيب لكم انتوا لقمه عيش. انتوا والله تصرفوا، جهه معارضاكم روحوا لها، بس ما تعطلونيش نحن. انا جاي من الصعيد، يعني 3 أيام اعيش ازاي؟ انا دلوقتي عايز شهاده حركه عشان اقدمها في النقابه. بقالي 3 أيام كل يوم اجي هنا، وقبلها برضو الموظفين جوه مش عايزين يخلصوا. نعمل احنا ايه؟ ولا حد سال فينا، نكلم مين ونجيب ورقنا من مين؟ نائب المحافظ امبارح طلع وقال النهارده المجمع مفتوح. جينا كلنا من اخر الدنيا باسم المجمع مفتوح. لا مجمع مفتوح ولا حاجه مفتوحه ولا عملنا حاجه. انا بقالي 5 أيام مستني تاشيره السفر ومش عارف اجيبها. كل يوم اجي هنا يردي مين دوت؟ ما يرديش حد. ده كده حرام. مصلحه مين ده؟ العطل ده يعني هنكسب احنا من ورا الكلام ده؟ مصالح متعطله، والسؤال لدى اصحابها واحد: متى سيفتح مجمع التحرير؟ إيمان التوني، 90 دقيقة، قناة المحور. يعني الحقيقة شيء مؤلم جدا أن يتم تعطيل مصالح الناس بالشكل ده. معايا التليفون ست اللواء سيف عبد الباري نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والمرشف العام على مجمع التحرير. ست اللواء مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. دلوقتي ست اللواء إيه الأوضاع هناك مجمع التحرير؟ لماذا لم يتم فتح المجمع أمام المواطنين النهاردة يا فندم؟ وستك سمعت في التقرير الناس كلها عندها مصالحها عطلانة واقفة. طبعا زي ما ستك عارف طبعا أن العملية التظاهر السلمي ده مؤيد من الجميع، إنما يطلب التظاهر أو اللي هو يطلب المصالح والمشاهد الحكومية اللي بتؤدي خدمات المواطنين هو أمر مرفوض من الجميع. يعني المجمع زي ما ستك عارف أنه ده مجمع خدمي حكومي تابع لمحافظة القاهرة، وأنا بتولى رئاسة هي مجلس بحال الشاهدين في المجمع نفسه. رئيس مجلس بحال الشاهدين المجمع ده يشمل على حوالي 1610 غرفة،
انا بس بستاذنك لو تعلي صوتك شويه اللي هو بعد اذنك. المجمع بيشغل حوالي 1610 غرفه. ايوه. بيشغلوا 28 جهه حكوميه بتقدم خدمات للمواطنين. طبعا غلط المجمع او ما كل المواطنين الى الاداء مصالحهم يؤدي الى تعطيل مصالح المواطنين وليس له اي مبرر. التصرف طبعا غير مسؤول. طب منتظر امتى يتفتح المجمع يا فندم؟ وحصل امبارح فعلا ان تم فتحه وجيك بعض الشباب الثورة تم صرف القائدين على غلطه وتعالوا منهم النهارده مش هيبقى مفتوح. وجينا النهارده برضك ان بعض نفس المجموعه جت وقالت وضع عوائق قانون من الرئيس المجمع وتم غلق المجمع مره اخرى النهارده لغايه ما فتح حوالي الساعه 3 الظهر تقريبا. يعني الامور كده لا تستقيم، امور كده هم وعدونا ان بكره مفيش حاجه ومش هيحصل حاجه بعد كده وهنشوف بكره ان شاء الله هيبقى في فتح ان شاء الله. شكرا سيادة اللواء سيف عبد الباري نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والمشرف العام على مجمع التحرير. معنا مين يا أسامة؟ معنا الأستاذ أحمد، الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين. مساء الخير دكتور أحمد. يا أهلا يا دكتور عمرو. أهلا حضرتك. الله يكرمك دكتور أحمد. ليه الجماعة هتشارك في مليونية لا للعنف؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة احنا تلقينا دعوة كريمة منذ أكثر من أسبوع من الجماعة الإسلامية ومن حزب البناء والتنمية بالنزول إلى الشارع، وفكرة التظاهر أصلا لم تكن مطروحة لدى جماعة الإخوان المسلمين. زي ما حضرتك تعلم احنا أطلقنا حملة معا نبني مصر وحيزنا تكون معركة تنمية، معركة إنتاج وعمل من يوم 23 يناير كحركة استباقية قبل ذكرى إحياء ثورة 25 يناير والمدة شهر كامل لغاية 23 فبراير. لكن عندما تلقينا هذه الدعوة قلنا نشارك مشاركة رمزية الهدف منها زي ما حضرتك طبعا بتحب بلادك ونحن نحب بلادنا وكل المصريين بيحبوا بلادهم، لابد أن نقف وقفة جادة نحضر فيها بمنتهى السلمية أنه لا للعنف لا للتخريب. مصر مصر آمنة وستظل آمنة إن شاء الله، مصر فيها كل معاني الخير، فبالتالي هي مشاركة لأجل رفع بعض المضامين الإعلامية ليتم إيصالها للعالم كله. الغرض منه أن نقول أنه لا يمكن أن يمرر العنف المفتعل في مصر أو أن يبرر أو يوظف سياسيا. طيب بس حضرتك عارف أن في ثلاث تظاهرات دكتور أحمد خارجين يوميها، يعني في تظاهرة خارجة باسم كش ملك والأخرى الطريق إلى الانتصار أو عملية التحرير والثالثة اللي انتوا هتشاركوا فيها اللي هي لا للعنف، مظبوط؟ شايف ازاي الخروج من دوامة سجال هذه المليونيات يا دكتور؟ لا انا برضو عايز اكد على حضرتك هي الغرض منها عفوا مش مليونية، انا زي ما قلت لحضرتك احنا اصحاب هذه الدعوة هم حزب البناء والتنمية واحنا حبينا نشاركهم في المعنى الجميل اللي هم رفعوه بحيث ان تكون المشاركة كما قلنا رمزية، بمعنى ان احنا ما يبقاش فيه اعداد كبيرة، ما يبقاش فيه حشد، ما يبقاش فيه تظاهر، بعد نحن نؤثر السلامة وبالتالي بنحاول قدر المستطاع أن نجنب البلاد أي مظهر من مظاهر العنف، لأن هي المعنى الأصيل ليها أن احنا نازلين نقول لا للعنف. وإحنا قلنا وبنعيد وبنكرر أن يعني مصر للجميع قولا وفعلا، بمعنى أن ما فيش حق يكون حكر على أحد أو أنه يحتكره أو أنه يصادر الآخرين عليه. وكذلك أيضا بنقول أن لا يمكن أن تكون الساحة الآن خلو تماما من أي مظاهر تعبيرية في أرض الواقع لأجل التعبير عن رفض كل هذه المظاهر اللي بتشوه صورة مصر. طب من فضلك خليك معي دكتور أحمد، معنا على التليفون أيضا الدكتور أستاذ أحمد دراج عضو جبهة الإنقاذ. أستاذ أحمد إيه رأيك في خروج ثلاث دعوات للتظاهر بشعارات مختلفة يوم الجمعة القادمة؟ ثلاث فعاليات مختلفة ولا ثلاث فعاليات متفقة فعالية واحدة؟ ثلاث فعاليات انا اظنها يعني مختلفة، يعني احنا عندنا كش ملك دي اظن ليها هدف، عملية التحرير دي ليها تصور اخر او توجه اخر، ولا للعنف دي الرسالة واضحة. لسه الدكتور احمد عارف موضح الفكرة منها ايه. الدعوات المختلفة يعني، وانا مش عايز اقصر نقدي للدعوات الثلاثة دي بالتحديد، لكن انا عايز اقول يعني كمان في دعوات من اللي فاتت ما كانش لها موضع من الإعراض، يعني كلام يعني الكلام لك يا جارة، يعني سواء بقى سواء للقوى التيار الإسلامي أو لجبهة الإنقاذ حتى للواحد يعني محسوب عليها أو يعتبر عضو من أعضائها. الحقيقة إنه فكرة الدعوات للنزول للشارع بشكل
بشكل شبه مستمر. في حالة من حالات مش عارف عدم إدراك الواقع، حالة من حالات عدم الإحساس بما يمر به المواطن المصري من إشكاليات متعددة ومصاعب مختلفة، وإحساسه بأنه هو دايما زي يعني زي اللي مربوط في ساقية وعمال بيدوره كل يوم والتاني في من مكان إلى مكان إلى آخر. طيب دكتور أحمد اسمح لي فندم، يعني في دعوة لتظاهر بعنوان الطريق للانتصار اللي هي بتطالب بفعاليات لحين إسقاط النظام، إيه رأي سيادتك في هذه الدعوة؟ الدعوة اللي هي استمرار الاعتصام إلى سقوط النظام، لا شك إنه النظام فقد كتير جدا 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 من شرعيته صحيح، لكن كمان إحنا يعني لابد إن يكون في نوع من الرشد من القوى الأخرى اللي هي المناوعة للنظام الحكم، اللي هو الحقيقة أثبت في مرات كثيرة إنه هو يعني ليس على قدر المسؤولية، وانه يعني درجه احساسه بالمطالب الشعبيه درجه يعني تكاد تصل الى مستوى الصفر، لانه بيترك الامور او بيتفاعل مع الامور بطريقه يا بطريقه عنيفه يا بطريقه يعني ليس فيها اي نوع من الاحساس ورد الفعل المناسب للاراده الشعبيه. نعم الحقيقه يعني انا طبعا الشباب ده انا معاهم ومؤيد وجهة نظرهم، لأنه الطرف السلطة الحالي أصبح لا يرى إلا نفسه بس، ما عادش شايف إنه وبيتصور إن الثورة بهذا الشكل قد انتصرت ويلا رواها على بيوتكو وإحنا هنحل المشاكل بالضبط زي النظام اللي كان بيتبع أو زي الطريقة اللي كان بيتبعها حسن مبارك قبل كده، ما فيش فرق خالص دكتور عمر خالص. وبالتالي يعني أنا معاهم، لكن أنا عايزهم يكونوا يعني أكثر قدرة على التفاعل مع الناس، لأنه مشكلة دلوقتي إنك حتى لو دخلت مع النظام الحالي في عملية صراع قانوني، لأنه الشرعية الباقية للنظام هي الشرعية القانونية، أما الشرعية الشعبية في رأيي فهي سقطت، لكن الشارع نفسه من عملية بسبب إرهاقه الشديد أصبح رغم إيمانه بأن النظام ده لن يفلح في عملية إدارة شؤون البلد إلا أنه بيحاول يتحمل إلى أقصى درجة حتى لا يكون للنظام الحالي أي حجة. الحقيقة في ناس كتير جدا بتطالب، وناس طلبت وعندها حق في رأيي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة إذا كان الرئيس الحالي، وده امتى؟ انا اظن انه ممكن جدا جدا في احد الاقتراحات اللي قدمها احد الاساتذة المحترمين قال تكون في بعد مرور سنة على الرئاسة، وانه الانتخابات البرلمانية لا تجرى في ظل هذا الجو، والحقيقة لانه في هناك عمليات تجري على الارض من خلال استخدام السلطة الموجودة في ايد وزارة العدل اللي هي مفروض ان هي سلطة تنفيذية لإعداد الخريطة السياسية لكي يفوز طيار بعينه، وده مرفوض تماما. وبالتالي أنا شايف أن هؤلاء الشباب عندهم حق، بس أنا عايزهم يقربوا من الناس شوية، يقربوا من الشارع شوية ويشوفوا ويراقبوا، وإحنا معاهم والله إذا لم يعتدل النظام الناس كلها، الناس دلوقتي على شافة الهوية بسبب الوضع الاقتصادي والأداء السياسي والاقتصادي والاجتماعي للنظام. طيب الحالي دكتور عمد خليك معايا من فضلك، معنا على التليفون الأستاذ الدكتور نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية. يا أهلا بيك أستاذ نصر. أهلا بيك يا دكتور. يعني أنتم دعوتم إلى مليونية ليلة العنف، أسباب هذه الدعوة إيه يا فن؟ نعم حبيبي، دعوتم إلى مليونية ليلة العنف، يعني أسباب الدعوة نعم. إيه وإيه التفاصيل في هذه المليونية يعني؟ نعم إحنا يعني الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيوة والسلام. بنرحب بحضرتك وبالبرنامج الجميل وبالمشاهدين أفضل مشاهدين للقنوات. إحنا دعونا لمليونية يوم الجمعة القادمة إن شاء الله أمام جامعة القاهرة في ميدان النهضة، علشان نبعث رسالة لكل الناس في الداخل إن الشعب المصري، الأغلبية الكافحة للشعب المصري ترفض العنف وترفض تحويل مسار الثورة من المسار السلمي إلى مسار العنف، وترفض البلطجة، وترفض قطع الطريق، وترفض تعطيل مصالح الناس، وترفض تعطيل التباري، وترفض كل صور العنف التي حدثت في الأيام الماضية.
حتى يعلم الجميع أن الذي يفعل هذه الأعمال هم قلة لابد أن يتم التصدي لهم أمنيا وليس فقط سياسيا، بل لابد من التصدي لهم أمنيا، لأن كما قالوا من أمن العقوبة أتى الأدب. ده هذه نقطة. النقطة الثانية أن أبعث رسالة للعالم كله أن غالبية الشعب المصري ينبذ العنف، وأن مصر بفضل الله آمنة حتى وإن حدثت فيها هذه الحوادث المفتعلة وهذا العنف الممنهج الذي يسيء إلى صورة مصر وإلى وجه مصر الحضاري. وحتى نرسل رسالة أيضا لأن الحل، إحنا طبعا إحنا ما بنقولش إن كل الحلول أمنية، إحنا بنقول حل البلطجة أمنيا، لكن بقية الحلول لابد أن تتدخل مؤسسة الرئاسة لتفعيل العدالة الاجتماعية، ولابد من استغلال هذه الطاقات للشباب الذي أصيب بإحباط بسبب الفترة التي عاش فيها أيام مبارك المخلوع، وكان يتمنى بعد ثورة 25 يناير أن تتحسن أوضاعه، لكن للأسف الشديد لم تتحسن أوضاعه، لذلك هو يشعر بإحباط، وتم استغلال هذا الإحباط لعدد من القوى السياسية استغلت إحباط الشباب، وتم توجيه الشباب هذا التوجيه العنيف ليشارك في هذا الأمر الذي يأباه كل وطني غيور على بلدي. لذلك احنا بنطالب بتفعيل العدالة الاجتماعية، ونطالب بزيادة مساحة تمثيل الشباب في الحوار الوطني، وأيضا زيادة مساحة عمل الشباب في الوظائف التنفيذية حتى يشارك في صياغة مستقبل وطني دون ما نظر لأي انتماءات حزبية لهذا الشباب. شكرا جزيلا للأستاذ دكتور أحمد عارف المتحدث من جماعة الإخوان، شكرا جزيلا دكتور أحمد دراج عضو جبهة الإنقاذ، شكرا جزيلا للأستاذ نصر عبد السلام رئيس حزب البناء والتنمية. المستشار أحمد مكي وزير العدل أعلن النهاردة في مؤتمر صحفي أن الحكومة ناقشت مشروع قانون حق التظاهر الجديد النهاردة، وتضمن أن الشرطة ليس لها حق منع مظاهرات، ولكنها من الممكن أن تلجأ للقاضي لتعديل مسيرتها. وقال المستشار مكي أن القانون ينص على عقوبة لكل من يمول المظاهرات بهدف التخريب أو يتحرش جنسيا أو يدخل حرما ممنوع الاقتراب منه وحمل أسلحة أو ارتداء أقنعة سوداء للمرأة أو الرجل. وقال كمان أن الحكومة أقرت مبدئيا قانون مواد العقوبات تحت مسمى قانون مكافحة التعذيب. النهاردة أعلنت وزارة الزراعة أن هناك 3583 طن من البطاطس المصرية موجودة في المواني اليونانية بقالها 12 يوم ولم يتم السماح بدخولها للأسواق اليونانية، رغم أنها بتحمل شهادات معتمدة بخلوها من مرض العفن البني. وبررت الوزارة رفض اليونان لاستقبال هذه الشحنة أن الحكومة اليونانية بتحاول أن تضغط على الحكومة المصرية علشان تجبرها على استيراد القطن من هناك. معنا تليفون؟ طيب تعالوا دلوقتي نشوف نشرة أحوال مصر ونرجع تاني. محكمة النقد قررت إعادة محاكمة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق واللواء حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اللوحات المعدنية. كما قررت محكمة جنايات شمال القاهرة إخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية من محبسه الاحتياطي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقد بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع. وأصدرت محكمة النقد قرارا بإعادة محاكمة زهير جرانا وزير السياحة الأسبق في قضيتي السياحة وأرض جمشة بالعين السخنة. العشرات من أفراد الشرطة بمديرية الأمن بشمال سيناء نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية الأمن بالعريش لتحقيق مطالب مالية وإدارية خاصة بتحسين أوضاع أفراد وأمناء الشرطة. يأتي ذلك في وقت عاد فيه أمناء الشرطة بالمحافظات للعمل، وخصوصا في الشرقية التي شهدت إضرابا أمس. امبارح كان عندنا 250 أمين وفرد من ولادنا وإخواتنا في المديرية وبعض الجهات الأخرى، بس دول كانوا كلهم مخلصين شغلهم، وقفوا وقفة حضارية، ما عطلوش الشغل في أي مكان شرطي تابع لمديرية أمن الشرقية. كان أهم مطلب ليهم إن سمعوا إن في قانون بيناقش في مجلس الشورى بخصوص منع حق التظاهر لضباط وأفراد الشرطة. تم تحقيق اتصال مع معالي الوزير نفى هذا الكلام تماما. اتصلنا بالوزارة، تم تحديد موعد للقاء معالي الوزير النهاردة عقب انتهاء اجتماعه في مجلس الوزراء
حوالي الساعة 3 إن شاء الله. وبالفعل الأفراد سافروا لمقابلة سيادته، وقبلها هيقعدوا مع مساعد الوزير لشؤون الأفراد. العمل يسير بطريقة منتظمة. أنا لسه جاي من برا أنا والسيد الحكمدار. حي مصر الجديدة قام بإزالة العبارات المسيئة من على جدران قصر الاتحادية اليوم، فيما شهد محيط القصر حالة من الهدوء التام بعد تعلية أسوار القصر وتكثيف الأسلاك. قاضي المعارضات بمحكمة جناح مستأنف مصر الجديدة بالعباسية قرر تأييد القرار السابق بإخلاء سبيل 19 متهما في أحداث اشتباكات محيط قصر الاتحادية. المتحدث باسم القوات المسلحة توجه على الفيسبوك بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى أهالي مدن القناة لمساندتهم لجهود القوات المسلحة لاستعادة الأمن والاستقرار والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بالمدينة. وزارة الخارجية تلقت رسميا موافقة الفاتيكان على ترشيح المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية السابق سفيرا لمصر لدى الفاتيكان. محكمة جنايات شبرا الخيمة قضت اليوم بمعاقبة المتهمين بالسطو المسلح على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية بالسجن المؤبد. نيابة الاستئناف قررت إخلاء سبيل محمود شعبان صاحب فتوى تبيح إهدار دم قيادات جبهة الإنقاذ الوطني بكفالة 5,000 جنيه. عدد من النشطاء نظموا وقفة احتجاجية ظهر اليوم أمام النائب العام ضد العنف والاعتداء على بعض النشطاء بأفعال تخالف الشرع والدين داخل الأقسام والمعتقلات. الدكتور جمال عصمت نائب رئيس جامعة القاهرة أعلن أن الجامعة جاءت في المرتبة الأولى على مستوى الجامعات المصرية في التصنيف التركي وضمن أفضل 500 جامعة في العالم، حيث احتلت المركز رقم 461. وما زلنا نفقد كل يوم المزيد والمزيد من الشهداء. النهاردة شيع الآلاف من أهالي مركز أشمون بمحافظة المنوفية جثمان الشهيد أمين شرطة رأفت سعيد نبيل شهيد الواجب اللي لفظ أنفاسه الأخيرة بطلق ناري النهاردة أثناء دفاعه عن خطف سيارة محافظ البنك المركزي الدكتور هشام رامز. الشهيد رأفت نبيل عنده طفلين، واحد في سنة 5 ابتدائي وطفلة في سنة أولى الله يرحمه. معنا على التليفون الأستاذ عبد العزيز خيري ابن عمة الشهيد. أستاذ عبد العزيز بقاء لله. واحد عمرك بحضرتك. يعني عزائي الأسرة كلها ربنا يصبركم. عايز أعرف إيه اللي حصل بالظبط. والله عمري بيه النهاردة يعني هو كان مكلف بالحراسة طبعا تعرف حضرتك مع أستاذ هشام رامز واخد بال حضرتك. فهو طلع النهاردة صلى الفجر ومضى حضوره وخد بعضه ومشي، وبعد كده طلع على الطريق الدائري عند صفة اللبن على الطريق الدائري من فوق عند المحور بتاع صفة اللبن. طلعت عربية عليه فيها 5 أفراد واخد بال حضرتك. أيوه. نزلوه من العربية فالسواق نزل فرافض بيقول له يعني عيب كده ما يصحش، فهم بيرفع ايده كده فهو لابس ملكي واخد بال حضرتك. أيوه. لقوا السلاح بتاعه جنبه، اما اكتشف ان هو معاه سلاح فبدأوا يتعاملوا معاه وضربوه على طول، ضربوه طلقه جات له في قلبه واخد بال حضرتك، وخدوا العربيه ومشوا. وبعدين انا مش عارف يعني لما يطلع حراسه زي كده في وقت زي ده المفروض يبقى في عربيه ثانيه تبقى بتامن. نعم. وبعدين يا فندم معاك يا فندم اتفضل. استاذ عبد العزيز احنا ايه فقدنا الاتصال بيه ولا ايه؟ الو انا معاك اتفضل. الصوت راح خالص. اتفضل حضرتك. سامعني حضرتك؟ انا سامعك اتفضل. ايوه بقول لحضرتك يعني احنا يعني انا عايز بطلب يعني من وزير الداخليه ان يكون في رعايه لوالده ووالدته تمام، ويعني انا بطالب ان هو يطلع ويحجوا على نفقه وزاره الداخليه، ويعني والده ووالدته في ناس مرضى يعني فلابد ان هم يبقى في رعاية طبية. انا بعزيك يا عبد العزيز بقاء لله يعني وعزائي الاسرة كلها ربنا يرحمه يعني ويسكنه اوسع جناته ان شاء الله باذن الله.
وعايز اقول يعني امتى بقى هنعيش في هذا الجو المؤلم؟ يعني امتى هنقعد عايشين في جو كل واحد خايف النهارده يطلع في اي طريق النهارده اللي يطلع له بلطجيه معاهم طوانجات ولا معاهم بشله ولا معاهم ميه نار ولا معاهم اي قرف من القرف اللي معاهم ده، والبلد النهارده كلها عايشه في حاله قلق وخوف وفزع. يعني انا مش عارف الامن موجود فين النهارده. يعني من امتى النهارده احنا ممكن نامن على نفسنا على اولادنا في الطرق السريعه؟ يعني الا بنموت في الطرق السريعه من خبط العربيات او من البلطجيه اللي بيقفوا. يعني اتمنى ان الداخليه تعود بقوه في الشارع المصري. بنشوف كمان موجوده، لكن ما زال يبدو ان الدائري والمحور وغيره بنسمع كل يوم عن جرائم بترتكب. ما زلنا بنستمع لعربيات بيقولوا بيثبتوا الناس اللي فيها، بيوقفوهم وبينزلوا ستات من العربيات وبياخدوا العربيه باللي فيها وكمان بيقتلوا اللي فيها. طب يعني هذا كان مقبول في فتره من الفترات تحت اطار لسه بنعيد منظومه الامن، لكن النهارده ايه الوضع؟ انا اخاطب السيد وزير الداخليه، احنا محتاجين الامن يعود ويعود بقوه في داخل الشارع المصري. النهارده كشف تقرير اطباء الصحه ان وفاه الزميل العزيز عبدو عباس المذيع بالقناه الاولى بالتلفزيون المصري طبيعيه ولا توجد شبهه جنائيه في وفاته. كل المقربين من الزميل عبدو عباس شاكين ان الوفاه تكون غير طبيعيه، لان هم لقوه جثه هامده في منزله بوسط البلد بعد اختفائه من اسبوع تقريبا بعد مشاركته في مظاهرات الذكرى الثانيه للثوره. وصرحت النيابه العامه بعبدين بدفن الجثمان وتسليمها للزاويه. معنا على التليفون الزميل علي غيس، وكان ايضا موجود علي الغتيت، وكان موجود في هذه الفتره اثناء قيام النيابه والداخليه بدخول شقه المرحوم عبدو عباس. استاذ علي، بقاء لله، انا بعزيكم يعني بعزي نفسي وبعزي جميع الزملاء في التلفزيون المصري. البقاء لله لينا كلنا، والله احنا في حاجه مؤلمه، يعني ربنا يتغمده برحمته ان شاء الله. امين يا رب. استاذ علي، حضرتك كنت موجود، انا عايز اعرف ايه اللي حصل بالظبط. لا، هو اللي حصل ان احنا لما عرفنا ان عبده مختفي ومفيش مش عارفين ما حدش عارف يتواصل معاه، حتى صاحب البيت جالنا وقال لنا انا مش عارف اتواصل معاه، فعلى طول كلمنا مكتب وزير الاعلام ورئيس الاتحاد وقدمنا مذكره بعتها لوزير الداخليه وتحركوا، وبعدين عملنا محضر في قسم الشرطه امبارح وجابوا صاحب البيت وفتحوا الشقه، لقوا كان جثه هامده. احنا قبل ما نفتح الشقه كنا شاكين ان في مشكله، في حاجه هو فيها، فشفنا الجثة لقينا الوفاة لحد دلوقتي طبيعية ومستنيين تقرير الطب الشرعي ان احنا نشوفه بكرة او بعد ان شاء الله. بس هو الحقيقة يعني البعض بيقول هو كان بيتصل بيه على مدار الاسبوع، التليفون كان بيرن، يعني هل في يعني تبرير منطقي لهذا الموضوع؟ احنا لقينا التليفون على الشحن على طول، متوصل بالشحن على طول، فده دليل ان هو الشحن متواصل، فالرن لما نطلبه بيرن عادي، ولقينا جنبه مستحق فلوسه معاه وكل حاجه معاه، فما لحد دلوقتي الوفاه طبيعيه لحد ما نشوف تقرير الطب الشرعي. حضرتك كنت موجود معاهم ساعه بدخلوا الشقه مظبوط؟ كنت موجود امبارح. موجودين. هل في اي اثار اي عنف مستخدمه او لا اي؟ لا 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 لا، هو اللي حصل ان الجثه طبعا واضح انه توفى من فتره فحصل فيها بعض التغيرات، لكن مفيش اي اثار زي ما نشرت المواقع النهارده وبتقول انه مقتول وحاجات من دي، لا ده عادي تماما من الصحه لحد ما ناخد تقرير الطب الشرعي اللي يطمئن قلبنا. يعني احنا اصرينا ان احنا نعمل تقرير طب شرعي عشان نعرف الحياه ماشيه ازاي، واحنا لسه دافنينه دلوقتي حالا، يعني احنا في بورسعيد دلوقتي. البقاء لله، وعزائي لحضرتك والجميع الزملاء والاهل، ربنا يرحمه ويسكنه اوسع جناته ان شاء الله. شكرا للزميل علي الغتيت الزميل بالتلفزيون المصري وزميل المرحوم عبدو عباس المذيع بالقناة الأولى. النهاردة عدد من النشطاء تداولوا فيديو على الفيسبوك لطفل اسمه عمر صلاح. عمر عنده 13 سنة، توفى في اشتباكات التحرير الأخيرة برصاص مجند أمن مركزي بعدما اخترقت جسده رصاصتين في الرأس والقلب. وانتشر فيديو على موقع اليوتيوب وتم تصويره منذ عام تقريبا، يتحدث فيه الطفل عمر بائع البطاطا وبيروي فيه الطفل قصته في الفيديو قائلا انه بيعمل بعد وفاة والده للانفاق على اخواته التلاتة. تعالوا نشوف الفيديو ونرجع تاني. قل اسمك. اسمك عمر. ايه بالاسم الكامل؟ عمر عباس. انت شغال الشغلانه دي ليه؟ عشان اكل كويس
بقالك كام سنة؟ بقالي 5 سنين. شغال فيها؟ باباك متوفي من امتى؟ عندك كام اخ ولا اخت؟ عندي 3 2 بنت وواحد صغير. قد ايه؟ عندها 15 سنة. ومين عندها 15 سنة؟ عشان عندي انت تطلب ايه يا عمر؟ ان احنا جامعية الملح تطلب من ايه؟ عاوز ايه؟ تحتاج ايه؟ عايز والله. انت بتعرف كده تكتب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طفل لا حول له ولا قوة، طفل غلبان ضحية المجتمع، طفل يعني بيرعى أسرته، أمه وأخواته، يعني بيشقى عليهم، ترك التعليم بيمشي بعربية بطاطا عشان خاطر يقدر يكفل أمه بعد ما والده توفى. كان مصيره في النهاية طلقات تخرج من مجند أمن مركزي عشان تيجي في رأسه وتيجي في صدره. يا ترى دمه هيروح حضر ولا هنسمع عن تحقيقات وحنعرف مين اللي قتله ومين اللي موته؟ لان دمه مش هيروح حضر. هذا الطفل البريء الذي لا حول له ولا قوة، المطلوب النهاردة ان احنا نعرف، والاعتذارات لا تكفي، يجب ان وزارة الداخلية تطلع تقول هذا هو المتهم في قتل هذا الطفل البريء، ولازم يحاسب ويحاسب حساب عسير، لان دم اطفالنا مش هيروح هدر. حتى لو كان طفل غلبان لا حول له ولا قوة، ماشي في الشارع بيشتغل في البطاطا. وانا عايز اقول لكم ان هذا النموذج بالملايين في مصر، اطفال كتير جدا متسربين من التعليم بيشتغلوا عشان خاطر يوفروا لقمة حلال. برضو ده بيشتغل على عربية بطاطا، ده لا بينشل ولا بيسرق ولا بيقتل، ده طفل غلبان بيشتغل عشان خاطر يوفر لقمة حلال لأمه واخواته الصغيرين اللي هم اصغر منه. لازم المجتمع كله يطالب بالقصاص لهذا الطفل، لازم نعرف مين اللي قتله، ولازم ياخد حسابه، ربنا يرحمه، وده اكيد مثواه الجنة لانه طفل، ربنا يرحمه. بعد الفاصل قول شكوتك. يا عندليب ما تخافش من غنوتك، قول شكوتك واحكي على بلوتك، الغنوة مش هتموتك، انما كتم الغنى هو اللي هيموتك. عجب، قول شكوتك. وصلنا لفقرة قول شكوتك. عندي شكوى من سكان منطقة كوتسكا في المعادي، بيشتكوا من حرق القمامة في مقلب شقة تعبان العمومي اللي خلف محطة الكهرباء، مما يؤدي لإصابة الأهالي بأضرار صحية جسيمة. أخاطب السيد محافظ القاهرة، أرجو أن يتم تدخل لحل هذه الأزمة، يعني مش معقول الناس تبقى عايشة على طول في أزمة، وكمان واضح جدا ده ممكن يعمل حرائق، أرجو أن يكون في تدخل سريع. جاتني شكوى من عدد من الموظفين المتعاقدين بإدارة أبو حماد التعليمية المضربين عن الطعام من يوم الاثنين اللي فات عشان مرتباتهم ما تصرفتش من 8 شهور. معنا تليفون، معنا من أحد المضربات الأخت جيلان. اتفضلي يا جيلان قولي شكوتك. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام يا ستي، اتفضلي. أنا جيلان عبد الوهاب حسن من مركز أبو حماد شرقية. أيوة اتفضلي. أنا متعاقدة في إدارة أبو حماد. أيوة تمام. احنا بقالنا سنة دلوقتي يا فندم متعاقدين. قبضنا قبضونا 3 شهور بس، في ناس تانية ما قبضتش خالص، في مدام التانية ما قبضتش خالص. احنا قبضنا 3 شهور، شهر 7 و8 و9، وبعد كده القبض بتاعنا اتقطع خالص، فضلنا مستنيين لحد الان مفيش نتيجة. يعني انت يا جيلان، جيلان معلش عشان افهم بس منك الله يكرمك، يعني انتوا بتروحوا الشغل وبتشتغلوا؟ ايوه يا فندم. وما قبضتوش بقالك 8 شهور؟ الشغل يا فندم، ومفيش مراعاه من مدير المدرسه، لازم يوميا نكون في الشغل من مواعيد، لازم نروح من الساعه 7:30 حضرتك لعند الساعه 1، الساعه 12:30 لازم. هي المدرسه دي حكومه ولا قطاع خاص يا جيلان؟ لا حكومه يا فندم. حكومة. مدرسه حكومه وبقالكم 8 شهور ما قبضتوش؟ اه يا فندم. ازاي دي مهزله؟ طبعا يا فندم، وبعدين مدير المدرسه ما بيراعيش يعني الشباب اللي معانا في المدرسه. طب بيقولوا لكم ايه الحجه يعني اللي بيقولوها عشان خاطر ما قبضوكمش؟ يعني الحجه اللي بيقولوها، بيقولوا
القبض بتاعك واقف، مفيش فلوس في البلد، مفيش. يعني ايه مفيش فلوس في البلد؟ لا في فلوس طبعا في البلد، امال باقي الموظفين مش بيقبضوا؟ لا بيقولوا مفيش فلوس مش هتقبضوا. وانتوا كم بقبضوا. انتوا كم موظف يا جايلان في الحاله دي؟ احنا كده دلوقتي حاليا في مركز ابو حماد 9000 موظف ابو حماد يا فندم، بتعظيم في جميع المدارس. 9000 موظف؟ في جميع ده الاب. قولي لي يا جايلان، ده القبض الاساسي ولا الحوافز؟ لا يا فندم، احنا ما بناخدش قبض اساسي. انا قبضي انا معايا حاسب آلي باخد 100 جنيه. مش قبض اساسي ولا حاجه. وافقنا على 100 جنيه. انتوا متعينين من نظام المكافاه مظبوط؟ بس ما خدتش المكافاه يا فندم. طب يعني انا طبعا انا يعني انا مندهش وبضم صوتي لصوتك وبكلم السيد وزير التربيه والتعليم. يعني سياده الوزير، لما يكون في 9000 موظف بيعملوا في مركز اداره ابو حماد التعليميه وما خدوش مرتباتهم بقالهم 8 شهور، ويا ريتها مرتبات دول 100 جنيه في الشهر، فيعني ده حرام. ارجو ان سيادتك تصدر تعليماتك ان الناس تاخد مرتباتها، وتصدر تعليماتك بالتحقيق مع الموظف اللي ما صرفش للناس دي مرتباتها، زي ما بيشتغلوا ياخدوا حقهم يا سياده الوزير. وانا منتظر وارجو ان احنا نتصل بالسيد وزير التربيه والتعليم ونسمع رد على هذه الشكوى. شكرا يا اخت جايلان. معانا العاملون المؤقتون بقسم التشغيل بوزاره الزراعه بيقبضوا 40 جنيه شهريا، 40 جنيه في الشهر، لا حول ولا قوه الا بالله، وبيعانوا من عدم زياده رواتبهم من 20 سنه. معانا الاستاذ حلمي محمد المتحدث الرسمي باسم العماله المؤقته بالتشجير. اتفضل يا استاذ حلمي. السلام عليكم يا استاذ عمرو. وعليكم السلام. انتوا بتقبضوا 40 جنيه في الشهر يا عم حلمي؟ 40 جنيه في الشهر يا دكتور عمرو، 40 جنيه في الشهر حضرتك في موظف تابع لوزاره الزراعه بياخد 40 جنيه في الشهر يا دكتور عمرو. انا عاوز اسال بس الدكتور شرطي، يعني فين العداله الاجتماعيه؟ العداله الاجتماعيه تبقى من فوق وتبقى تحت الاول. انا الست المحامي اللي اتصلت قبل مني دي بتقول احنا بقالنا 8 شهور طبعا، احنا بقالنا 5 سنين يا دكتور عمرو واكثر ما خدناش ال 40 جنيه حتى. ومعالي الوزير الزراعه يبدا جاي نشيط بعد شهر بالظبط حضرتك، ما فيش اي اجراءات. الاسبوع ده الاسبوع اللي جاي الشهر، انا نفسي مسؤول يطلع يبقى صادق في كلمته حضرتك. انا حضرتك اتصلت برئاسه الجمهوريه قلت لهم اللي عشان بيشتكوا من الوقفات الاحتجاجيه، قلت لهم يا جماعه عشان ما نروحش نعمل وقفات احتجاجيه ونتكسر ونعمل، حولوا لي الاسم يا فندم. الاسم؟ حولوا لي الاسم. ويعني انت قول لي يا استاذ حلمي، انتوا كم واحد بالطريقه دي؟ يا فندم احنا 45,000 على مستوى الجمهوريه. 45,000 بيعملوا في التشجير بياخدوا في الشهر 40 جنيه؟ 40 جنيه يا فندم. ايوه يا فندم. يعني انا مش عارف اقول لك، انا مش عارف اقول لك ايه الحقيقه، بس يعني انا مندهش من، يعني انا مندهش من الرقم الفضيحه ده. لما يكون موظف محترم في الحكومه بياخد 40 جنيه في الشهر، امال فعلا فين العداله الاجتماعيه اللي بنتكلم عليها، اللي صدعوا دماغنا بيها؟ الجمهوريه حضرتك العداله الاجتماعيه تبدا من تحت ولا من فوق الاول؟ يعني يبدا شوف الناس المظلومين الاول من تحت، يعني الواحد يبقى عنده اربع يبقى عنده خمس اولاد. والصور حضرتك عشان احنا حاجه اشتكيتوا لوزير الزراعه يا استاذ حلمي؟ لا احنا قابلنا وزير الزراعه بدل مره 10 يا دكتور عمرو. وقال لكم ايه؟ يقول انا ما فيش ايدي، انا مش ما فيش حاجه في ايدي حضرتك، اذا بعت الورق. يعني وزير الزراعه قابل ان كنتوا تاخدوا 40 جنيه في الشهر؟ ما انا عاوز اساله على الشك كده. عموما انا بضم صوتي لصوتك يا استاذ حلمي، يعني وارجو ان السيد وزير الزراعه يكون سامعنا، ولا يكون في اي مسؤول في البلد دي سامعنا ويعرف ان عندنا 45,000 موظف في وزاره الزراعه بيشتغلوا في التشجير بياخدوا في الشهر كل واحد 40 جنيه. 40 جنيه في الشهر يعملوا ايه 40 جنيه؟ ده انا بتكلم على 100 جنيه واقول عيب ان حد ياخد 100 جنيه. فين الحد الادنى للاجور والحد الاقصى اللي احنا قاعدين نتكلم فيه من ساعه الثوره؟ يجي النهارده يبقى عندنا موظف في الدوله محترم بيجي اخر الشهر ياخد 40 جنيه؟ وانت عايش ازاي يا عم حلمي ال 40 جنيه دول؟ والله ما انا عارف حضرتك، حتى لو ما كنتش يوم بينخطب. انت متجوز؟ عندي اربع اولاد حضرتك، وانا وزمايلي كلنا كده. استنى بس، انت متجوز؟ ايوه يا فندم. وعندك عيال؟ اربعه حضرتك. عندك اربع عيال ومراتك وبتاخد 40 جنيه في الشهر؟ ايوه يا فندم. وعايش ازاي يا عم حلمي؟ انا حد من رئاسه الجمهوريه يسمع الكلام عشان مش عارف. لا انت، انا عايز اسمع منك انت، قول لي عشان يسمعه. انا عايز اعرف انت ازاي عايش ب 40 جنيه في الشهر؟ ما انا حضرتك بطلع في الشغل اروح اتمرمط في المحلات ولا في الصيدليه بتاع عشان اعرف اكل عيالي، هعمل ايه حضرتك يا دكتور عمرو؟ ربنا يقويك يا عم حلمي، انا قلبي معاك والله، يعني انا مش عارف اقول لك ايه والله، والله ما عارف اقول لك ايه، بس على الله وزير الزراعه يكون سامعنا ويحل المشكله.
او اي وزير محترم او اي مسؤول محترم في البلد يحل مشاكل الناس عشان يبقى العدالة الاجتماعية مش حبر على ورق. شكرا يا عم حلمي. شكوى جات لي كمان من اهالي قارة العمارنة مركز البلينة بسواك بيعانوا من سوء حال مبنى المدرسة الابتدائية وبعد المدرسة الاعدادية 3 كيلو متر عن القرية ولا يوجد مواصلات. انا ارجو ان السيد محافظ سواك يحل الازمة, لكن يعني الحقيقة انا مش عارف اقول ايه الحقيقة. لما يبقى عندنا موظفين بقالهم 8 شهور في الحكومة في ادارة التعليمية ما خدوش مرتباتهم, وعندنا 45,000 موظف تشجير في وزارة الزراعة بياخد 40 جنيه في الشهر, يبقى حسبي الله ونعم الوكيل. نلتقي بعد الفاصل. هذا البرنامج برعاية